بيكم أصدقائي الأعزاء، معنا منزل الجميل من نمسك تحدي العاق. صديقتنا الجميلة من ضحايا شر الأطفال، رغم عدم قدرتها على المشي إلا أنها تملك إرادة تملك عزيمة. ابتسامة جميلة تواجه كل الصعوبات، تتحدى كل الإعاقات. صديقتنا نموذج جميل كله متحدي الإعاقة. قوة إرادتها وعزيمتها تتحدى كل صعب. صديقتنا عندها قناعة حقيقية بجمالها وقدرتها تخطي كل الإعاقات ومواجهة كل الصعوبات. قوة إرادتها وعزيمتها ابتسامتها الجميلة تتخطى كل صعب. استقالة من زاوية الإرادة قادرين ولكن باختلاف.